يلا قوم تأخرت لك. يلا كلهم راحوا قدامهم بس انت بعدك. يلا قوم. ناس تفكر بمستقبلها وانت قاعد مو مردرز لك يا حبيبي. ايش قد عمرك راح يصير وبعدك على هالخيشه اللي قاعد بيها؟ صباح الخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اتمنى لكم يوم جميل مثل عيونكم. هاي اول شيء. ثاني شيء شكرا على تفاعلكم بالنسبه للفيديوهات اللي بنحطها بنهايه الفلوج ورا فقره شات وحشات، هي الفيديوهات مالتكم. لا تنسون انه اللايكات مالتكم هي اللي راح توصل دول الناس الى النجاح والفوز على الجوائز اللي حكينا بيها 100 مره. نبلش هذا الفلوج لو لا؟ لا ما نبلش. يلا هذا الفلوج راح ينتهي، خلينا نبلش الفلوج. كل ما ابات بيت فوفو واقعد الصبح اعرف انه هذا اليوم راح يكون يوم جميل. ما اعرف ليش بس اعرف، ما اعرف ليش يعني، بس اعرف انه راح اقضي يوم حلو. السبب ما اعرفه بس اعرف انه. عرفت شلون؟ ماشي تجري ذا يوم. لا لا تعذبني بحبه يعني، ما اكره. يا شمس اشرقي، انت حره للشروق لكن لا تضربين بوجهي كالتريله. يا بس قد اكره نفسي من اشوف كل واحد ملتهي له بشغله وانا حدث يومي ما نبلش. شقد كسلان. طلع البرج قبل ما نبلش يومنا ونتذكر شنو البني ادم ممكن يسوي وين يقدر يوصل حتى احنا نحاول انه نوصل. شنو؟ طابق ثاني ثالث، فهم شلون؟ حالتي العاطفيه حاليا بايسكل ابو ثلاث شروخ يمشي جري. هاي المرحله تجي ورا الحديقه، الحديقه على الاقل بيها ناس مراجيح تشوف يعني اشياء اجواء. لا هاي شجره وبايسكل ماكو، جفاف. في هذا الشهر الكريم نطلب مساعدتكم، تبرعوا بليفة إلى هذه السيارة الوسخة. لك شوف هالكيكة، شوف هالكيكة لك. إذا تنتظرني تقول لي بس تعال سوقني. لك أنت 6000 سيارة وما أبدلك. وضع الراتب مالتي حاليا مكسوس قاص قاص بالمنشار. اليوم أنا هذا مودي، اليوم مودي إج تصنيف وانسى، واليوم مودي ما راح يتغير لو إيش ما يصير. خلي يجي زلزال هسه مودي ما يتعكر. سوق عد ريد يطلعني من كل عقلك. ها بلشنا والازدحامات. مو قلت لكم لا تطلعون كلكم بنفس الوقت؟ كم مره اقول لكم وزعوا المهمات؟ يعني صديقكم بنشر، يعني البنشر شي يطلع وابو الدهن يطلع وابو التايرات يطلع، كلكم سوا. خلي واحد يفطر عليهم كلهم وياخذ كل ادوات يروح يصلح السياره. منديلي هي نيلسون منديلي. يعني نيلسون مانديلا قوي، مو نيلسون مانديلا هذا اللي من نيلسون مانديلا هذا الجزء. انا اليوم اموت يعني، مو علي مو علي. هسه واحد رجع البيت يطق له شاور على السريع. وصار لكم كم حلقه شات وحكايات؟ ها نحبكم. تردون صدق لو كذب؟ اتذكر هذا السؤال. حبي تريد صغير لو كذب؟ بالله بلش بالكذب ما دام تكبر كذاب. لا مو حتى تتفنن، هي شغلتك بعد تعرف انت. المدفع ضرب وحان وقت الفطور ونتمنى لكل احبابنا افطار شهي. شنو قصدك؟ شنو؟ تحية الخصلة هاي وتحية المهند وراي. ستايل جديد واللوك اليوم رياضي، والشيء الوحيد الرياضي بيا هو بس اللوك، ما اقدر اسوي غير شيء. كملت ادت طويل، الفلوق ده ياخذ مني عندي ادت اطول من العاده لان فلوقات رمضان شويه طويله، بس بنفس الوقت فلوقات رمضان ما تتطلب من عندي انه اطلع كلش هوايه واصور برا. فانا جدا مرتاح هالايام، اتمنى انه انتم همين مرتاحين حبايبي. رايح البيت رامي وبعدين ارجع البيت. دائما تشوفونا انا واصدقائي مجتمعين بصراحه يعني ما نلقى اسباب على مود نتشاوف. يعني هسه رايح بيت رامي ماكو اي سبب او عذر انه انا رايح له، بس من اروح له واوصل له ما اعرف يا اخي ارتاح نفسيا. هذا الولد ارتاح له نفسيا، يعني تحس اكو بني ادم قاعد يمك ما يحكي. يا اخي مشتاقين ايش بشريه؟ مشتاقين؟ هلا 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 بالمدينه لما تنام يا هلا بيج. ما جاي استوعب واتذكر انه كل اصدقائي كانوا اوروبيين وبلجيك وفرنسيين وايطاليين. مو انه يعني مو خوش ناس بس مختلفين هوايه عن اصدقائي هسه. يعني النكته العراقيه، واحد من يتفاهم بالعراقي، من يتعارك بالعراقي، هوايه احلى ترى، هوايه غير. وانا كلش فرحان بهذا التغير بحياتي.
شوف اقول لك شمون، لا تعذبيني بحبه زين لو لا لا لا. بدي اتدرب شلون اسلم على رامي. هلا ابو رو شلونك؟ رامي ما عم ادري شلون يلقى ناس على سناب شات ويضيفهم، ما اعرف من وين يلقاهم، يوميه جايب لنا واحد بس غير عندك هيك يعني واهز. حبيبي والله برو حبيبي اجي هنا اجي هدوء هدوء ما حد يحكي وياي. رامي طلع شويه تعبان من الشغل فراح ينام زين. لو اي خابر شيل التليفون تكنولوجيا هالايام كم رقم تدوسه الدقم الخضراء وتشوف شوف اصدقائك فاضيين عندهم شيء تعبانين ضايجين تروح تدق الباب وبعدين تشوف الموت. يلا نرجع سهله تفويله زينه هسه تشابس الوادم تفطر حتى السيارات. رمضان مبارك. اني خيرتك فاختاري افول وشي بنزين لو ديزل. متكون جوعان وتعرف انه اكو تشيبس ونسات هناك بس الدايت مالتك ما يسمح لك. لا 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 تباوع لي لا. راح اقاوم راح اقاوم راح اقاوم راح اقاوم راح اقاوم راح اقاوم راح اقاوم. شنو الله يعينه الله يعينه بهالوقت ودي يزرع زهور واشجار لان مدينة دبي دائما تريد انه منظرها يكون جديد وجميل. فالله يعين كل الناس اللي مساهمين بهذا العمل والله يعين كل الناس اللي مساهمين باي عمل يطور مدينة. محاولة ثانية وي صديق ثاني رايح البيت فوفو اذا مودة تعبان انا من سأقلكم احتاج اصدقاء جدد كتبوا لي جوا شلون يا هو يكتب لي احلى رساله اساطقه. انتوا هم تمشون بس على البيض. اشكرك يا ربي خلقتني بني ادم ولا هالعيشه مال مصعد يوميا واحد صاعد بيك ونازل بيك. مود فوفو احسن من مود درامي اليوم. بفلوقات رمضان بفلوقات رمضان شويه اكو فرق لان مثل ما تعرفون بالنهار انا دائما متعود انه اطلع وافطر بس برمضان شويه المدينه تكون هادئه فماكو هواي اشياء واحد يقدر يسويها برا. فاتمنى انه ما تحسون بفرق شاسع متفرجون على هذا الفلوق. بس عندنا فقره شاهد وحشات اللي راح تبلش هسه. شايات وحشايات الحلقة الخامسة. نعم طبعا شايات وحشايات هو مو برنامج برنامج ومجرد ميز على شوية ديكورات ندردش أنا وساندرا لكم شوية شاي منا ما صدق لا شاي طبعا ورا الشايات تحلى الحشايات. شنو الوضع شو أخبارك؟ ماشي الحال شو أخبارك؟ كل شي تمام؟ جاهز؟ والله ساندرا أنا متحمس اليوم يعني هيج يوم كامل بس منتظر شو وقت نقعد هاي القعدة. اي ها اي ها 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 قلي لي شنو اليوم جايبت لنا شنو راح تسوي لنا. هاليوم جهزت لك فيديو كلش حلوة مو ما تضحك او اي شيء بس حسيت هيج يعني من شفتها كلش فرحت. لا فان شاء الله تفرحك همين. انا كلش افرح. اهلا وسهلا اختي العزيزة هذا هو اي هذا الفيديو. الو لا سوري يفتح له ده يقفل. دعوف الباب يا معود هاي شي يسوي؟ لا لا اوه هاي شنو؟ جاي يشبك بيه جاي يشبكه المدرب مالته اتصور. واو ليش ما تحضنيني من نرجع من السفر؟ يعني حتى الحيوان يحضن احسن من عندك. كلش حلو بس شنو رايك بيه؟ والله مرعب. انت تقدرين يعني تخلين حيوان يجي يقمز عليك؟ شقد وزنه تخيلوا الوزن مالته
لا وشنو يعني شنو علاقته وياه؟ انه يمكن يعني مش كانوا جزء اطفال، جزء كان هو مربي او شيء شخص يطيح حليب من هالسوالف. مثل ما انا مشتي صغيره اعطيتك حليب وقمت ورا ما اروح تركضين ورايا، ممكن هذا السبب. بس هم خطره يعني، هو شايف في فيديوهات انه انه هذا الحيوان يعرف المدرب مالته، بس فجاه يهجم عليه. الحيوان دائما عنده نقطه معينه خلاص لازم يصير فارس شرس 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 اي 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 يتفرس فرس اسنان لا يتفرس ما تنقال متفرس متوحش يتوحش اي المهم خلينا نقلب على الفقره الثانيه لان شفصنا هوايه. يلا شاي يلا جاهزه الفقره الثانيه. ايه جاهزه الفقره الثانيه. يلا ايش نسوي بها فقرات ويا عباك برنامج قاعد عادي ايش نكبر يا السالفه. الفقره الجايه هي مثل ما تعرفون همومكم على موقع همومي.com. جمعنا كم هم بهذا البوكس وهسه ساندرا راح تفتحه، بس قبل ما تفتحه لازم انفخ عليه. يلا هذا همنا اليوم يقول: أنا اسمي هوزان كردي سوري عايش بألمانيا، صار لي سنتين عم قدم بكالوريا السنة ولسه ما بعرف إنه فرع جامعة أدرس، شكرا. يعني سؤاله هو إنه أوكي. ما يعرف يا تخصص يدرس بما إنه أنت العبقرية مع العائلة وتدرسين على أساس تدرسين طب في الغرفة ما يدري شو تساوي. ما ها احكي. نعم نعم أنت يلا يلا. يقدر مثلا يطلب مساعدة من أصدقاء أو مثلا عائلة اللي يعني داخلين بنفس الاختصاص اللي هو يريد يدخل، أو تروح مثلا على الانترنت وتشوف يعني تكتب إن شاء الله تريد تسويها، تاخذ فكرة عن كل شغلة شنو راد لها، هل أنت عندك القدرات بالضبط اي انه تسويها عم تدخل بهالفرع. مثلا اذا اكو شخص تعرفه يشتغل بشركة مثلا مهندس اي شيء، فاتصور انه شغلة حلوة انه يعني شغلة المهمة قصدي لازم لازم دائما تسأل وتدور معلومات على مود تعرف وين تنتجه. بالضبط تنتجه شكرا تنتجه. يعني الحكي كله حلو شو انت لازم تشخصين بالنهاية انت لازم تنتجه حبيبي بالطريق الصحيح. وهو عادي انت تاخذين الباص وتنتجهين للمكان اللي تردينه. لا كافي. فالمهم اللي سارة تقوله انه انت عم تتجه للمكان اللي تريده. اول نقطة هي الاسئلة، تسأل الناس اللي حواليك، وطبعا دراسة ما لها علاقة بالشغل، هواية دخلة وباختصاص وشتغلة وغير شغل. انا ما مشتغل باختصاصي، اخويا ما مشتغل باختصاصه، هواي ناس مشتغلين باختصاص اخي. فالدراسة هي ممكن بس توعيك تدخلك على شو نقول تدخلك بالمجتمع بالطريقه الصحيحه، تعرف شلون تتعامل ويا الناس. بس اذا انت ردت مثلا طب او هندسه لا هنا دراسه تلعب دور. بس انا طبعا. شخصيا كشخص دارس اعلان يعني ما اتصور الاعلان هو الشيء اللي لازم اشتغل اوكي بده يحكي عن نفسه خلي انا لا مو انت فبالنسبه لي لا لان بالهم هو دا يسالني ذيك من بينه دا يقول اطلع المهم على مود اللطف الجو الهموم شنو وش نسوي ليش قمت تحكي مثل فهد اوكي نكته اجتني من السعوديه واحد شغلوه بمحل ذهب زين اجى زبون خليجي قال له ابي ذهب قال المحشش حقا ومتى سيعود ابي ذهب اليوم عندي لك سؤال نعم شنو الشغله صارت بحياتك شنو الشغلة صارت بحياتك الحالة النفسية اللي دخلتي بيها وكل التجارب اللي سويتها بحياتك انه اليوم من قعدتي الصبح سويتي هاي التشريحة ليش؟ حبايب راح نوصل لنهاية هاي الفقرة ما شات وحشات ونهاية الفلوغ مثل ما تعرفون احنا نريد ندعمكم نريد نسمع قصصكم نريد نتعرف عليكم وهاي ما عندكم دزولنا فيديوهات مثل ما طلبنا من عندكم فشوفوا ويانا شنو الفيديو اللي اختاريناه اليوم لا تنسون انه لايكاتكم هي راح تصعد هذا الشخص ويخليه يفوز بالجائزة نحبكم ونموت عليكم ما يعني مشكلة ما ارد اعرفهم اموت عليهم نحبكم نموت عليكم ديباكم على نفسكم لا تنسون أن رمضان هو شهر العطاء والحب والعائلة واللمة فركزوا على هاي الأشياء حبكم موت عليكم هذا الفلوغ مرة مرة راح ينتهي هسه السلام عليكم
أنا حسن هاشم من بغداد. اليوم عندي فكرة بسيطة راح أحاول أوصلها لكم بهذا الفيديو. راح أمشي وأسأل الناس شنو الشيء اللي يخليكم تبتسمون، أو قل لي فتفى شيء يخليني أبتسم. فشوفوا الفيديو وإن شاء الله يعجبكم. أكثر شيء فرحني من أنجح وأبوي يجيبني هدية. الابتسامة تعني لي ماما، وأكثر شيء بالدنيا يضحكني دائما هو سوالف أصدقائي طبعا، يعني يومهم أنسى كل شيء، وأطفالنا بالبيت. أضحك ترى الضحكة ببلاش. عراقي قالوا له اليوم انتهى رمضان ليش ما فطرت؟ قال والله زاد عندنا شوربة وكاستر فلازم أكملها. أضحك للدنيا تضحك لك. أنا كفنانة تشكيلية أبتسم أسوي أعمال فنية وتعجب الناس، فهذا الشيء كلش فرح. يضحك وراويني أسنانك الحلوة. طبعا هذا المكان اللي فيه ذكريات عميقة، في يوم من الأيام ما أرد أحكي الباقي يعرفون. اكو اثنين يمشون سوية، واحد اعور واحد صاحي، شو تسوي له؟ بسوي له ضرب على عينه. اضحك لي الماما وبابا يحبوك. الشيء الوحيد اللي يخليني ابتسم هو ابتسامه امي، من اشوف امي مرتاحه وسعيده هذا الشيء بالنسبه لي السعاده بكملها والابتسامه الحقيقيه. اكيد اذا العلاقه بخير هو الابتسامه بحد ذاتها. أين حبيبتي؟ عافتني وراحت حبيبتي. هسا أنا انطيتك هواية أسباب أنا مو تبتسم، وأكو هواية أسباب أنا ما ذكرتها موجودة ممكن تخليك تبتسم. فأنت ليش بعدك ما مبتسم؟ ليش بعدك معبس؟ أشو الله ابتسم؟ ابتسم يا معود، الدنيا ما تسوى، الدنيا حلوة. ابتسم فدو، يلا فدو فدو لعينك ابتسم. ها اذا عجبك وابتسمت سوي لي لايك، يا عافية حتى اعرف انه عجبك.